زيادة في أجور الأطباء انطلاقا من هذا التاريخ. من المرتقب أن تشهد أجور الأطباء بالمغرب زيادة مهمة ابتداء من السنة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين الحكومة والنقابات، والذي يخول المؤشر 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات. وحسب النقابات المستقلة لأطباء القطاع العام، فإن إضافة المؤشر 509 سيرفع الزيادة الصافية التي سيستفيد منها الأطباء المرتبين في الدرجة الأولى إلى 3967 درهم، وهو ما سيرفع أجرهم الإجمالي إلى 12804 درهم.